مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تزداد المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره على عمليات الاقتراع، إذ يمكن أن يستخدم بطريقة إيجابية مثل تحليل بيانات الناخبين أو تحسين حملات التواصل. لكن يبقى هناك جانب سلبي قد يؤثر على اتجاهات الناخبين وتشويه المرشحين. وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء معلومات مضللة أو حملات تضليل تهدف إلى التأثير على آراء الناخبين، وذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يقوم بإنتاج مقاطع فيديو أو صور مزيفة فيما يعرف بتقنيات التزييف العميق، وتبدو مقاطع وصور هذه الأداة واقعية للغاية، مما يجعل من الصعب التمييز بين المعلومات الصحيحة والمزيفة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مصداقية المعلومات التي يتلقاها الناخبون. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن بعض الجهات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالبيانات أو التصويت أو حتى استهداف مجموعات معينة من الناخبين بإعلانات مخصصة تهدف إلى التأثير على سلوكهم الانتخابي بشكل غير أخلاقي، وهو ما يفتح مجالاً للعديد من الجرائم والانتهاكات الانتخابية. كل هذه التحديات باتت تتطور يوماً بعد الآخر بصورة طردية، مما يزداد معها حجم الأدوات التي يمكنها التأثير على اتجاهات مجموعات ضخمة عن طريق الصورة والصوت والمعلومة.